أسئلة في اللاب الأسبوع اللي فات أو اللاب اللي قبله. طيب لو حد بعت لي سؤال او حاجه وانا لسه ما ردتش هحاول ارد على الاسئله اللي فاضله النهارده ان شاء الله. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن بلاش كلام عن البروسيس مانجمنت. نبتدي نتكلم عن البروسيس مانجمنت، ازاي ان انا كرييت بروسيس، ازاي اكل بروسيس، هي البروسيس لما بتستارت بتبدا ازاي، وشويه كده عن اللايف سايكل بتاع البروسيسز في السيستم عندنا. اوكي، وبعد كده هنبتدي ناخد لابز اكتر عن السيجنلز وعن ازاي ان انا كوميونيكيت ما بين كذا بروسيس اند سو اون. مبدئيا هي البروسيس هي ايه؟ البروسيس هو كود اتعمل له كومبايليشن، اتحول لباينري فايل، باينري فايل اكسكيوتابل يعني، والفايل ده بيتلود في الميموري، فانا هبقى ملود في الميموري البروسيس كود. هل لازم الكود كله يبقى لودد في الميموري اي لحظه؟ لا، ممكن يبقى فيه جزء لودد ومفيش مكان في الرام فبقيه البروجرام على الديسك، ولما احتاج بقيه البروجرام اروح ايه اعمل له لود للرام. طب انا بعرف منين البروجرام ايه اللي على الديسك وايه اللي في الرام؟ بحاجه اسمها البيج تيبلز، هناخد عنها اكتر لما ناخد عن الميموري مانجمنت. بس هي البيج تيبلز بيسكلي كل اللي بيقوله هو انا دلوقتي الكود موجود فين في الرام، بدايه الكود فين في الرام، طب الكود موجود في الرام في مكان واحد ولا متقسم في كذا حته، طب هل في جزء من الكود ومن الداتا بتاعتي على الديسك، لو في اجزاء على الديسك ببقى عارف ان هي برده موجوده على ايه، على الديسك. فده كده البيج تيبلز. وانا بيبقى معايا مع البروسيس كود بتاعي البروسيس داتا، الداتا بتاعت البروسيس، وعندي الستاك، الستاك اللي احنا بنبوش فيه لما بنعمل كول وبيبقى فيه البارامترز بتاعتي اللي معمول لها الوكيشن. واخر حاجه اليوزر اريا، اليوزر اريا دي اللي انت بتقدر تعرف منها هو ايه الفايلز المفتوحه، انا معمل لوك لانهي فايلز، السيجنال ازاي بهندل السيجنالز لما بتجيلي، وهناخد اكتر عن السيجنالز في اللاب اللي جاي. طيب اللايف سايكل بتاع البروسيس، البروسيس اول ما بتبدا بيتعملها كرييشن، فانا اول حاجه بكريت البروسيس وبدخل في الستيت اللي هي اسمها ريدي ويتنج. اوكي، ايه الستيت اسمها ريدي ويتنج؟ انا لسه ما بداتش اكسكيوشن بس السكيدولر عارف ان انا جاهز، البروسيس سكيدولر عارف ان انا جاهز. طيب بعد ما البروسيس سكيدولر عارف ان انا جاهز هيخليني ابدا رانينج. وانا رانينج ممكن اخلص اكسكيوشن او ممكن ابلوك على اي او، تبقى البروسيس بتعمل حاجه وبعدين عايزه تروح تقرا فايل، فهي بتقرا فايل ده هياخد وقت اي او اوبريشن، فهبقى بلوكت ما بعملش حاجه على البروسيسور، فهدخل في الستيت اللي اسمها بلوكت. ففي الستيت اللي اسمها بلوكت دي انا عندي تو اوبشنز، ان انا افضل بلوكت شويه صغيرين وانا لسه راننج، وبعد ما اخلص ارجع للستيت اسمها ويتنج على طول، او ان انا يتعمل لي سواب اصلا، ان انا يتعمل لي سواب واطلع بره المين ميموري. فانا هنا السكيدولر قال والله، السكيدولر قال لا خلاص البروسيس دي بلوكت شويه وانا محتاج الرام بتاعتها، فجاب بروسيس تاني حطها مكانها في الرام، فهي دلوقتي مش موجوده في الرام بس البروسيس فين؟ بالداتا بتاعتها كلها موجوده على الديسك وسوابت اوت من المين ميموري. لما هرجع اعمل لها اكسكيوشن تاني خلاص هرجعها هسواب باك واروح ايه للستيت اللي اسمها ريدي ويتنج، وبعدها ارجع اكمل اكسكيوشن تاني. خلاص لما يخلص بلوكينج على الاي او هيرجع ان هو جاهز والسكيدولر يرجع يرجعه ايه يشتغل تاني. في نفس الستيت بتاعت الريدي ويتنج دي ممكن وانا ريدي ويتنج وما بداتش اكسكيوشن يتعمل لي سواب اوت برضه، ان انا اطلع بره المين ميموري وبعدين السكيدولر يرجعني، البروس مانجر يرجعني للمين ميموري وبعدها ابدا اكسكيوشن. اوكي، ده كده بريف سريع وهنبتدي نشوف الكلام ده دلوقتي واحنا شغالين. بس ما اعرفش بتخش امتى في الستيبنج، بتخش امتى في ايه؟ اللي دي ولا دي؟ السليبنج بتخش في السليبنج لما تبقى مثلا انت بتقرا فايل كبير او بتقرا فايل عموما، فانت بتعمل اي اوبريشن، الاي اوبريشن ده مين اللي بيعمله؟ الدي ام اي، مش محتاج الدي ام اي، الدايركت ميموري اكسس، مش البروسيسور اللي بيعمله، فالبروسيسور دلوقتي ايدل ما بيعملش حاجه، فهجيب بروسيس ثانيه تستخدم البروسيسور وانت لما تخلص هرجع اشغلك ثاني. ده اكزامبل من الاكزامبلز اللي بتسليب عليها يعني. انت ممكن تسليب اصلا مانيولي، انت عندك في الكود ممكن تسليب، تخلي بروسيس تسليب مستنيه هي حاجه تحصل وبعدين ترجع تران تاني.
طيب خلينا نبدأ نبص كده على الكود. يعني احنا النهارده ان شاء الله عندنا الثمانية كودز دول هنشرح فيهم كونسبتس مختلفة وهنرنهم كلهم كده ونفهم ايه اللي بيحصل. انت ممكن تشتغل بفي اس كود، في اس كود موجود على الماشين اللي انا مديها لك او تداونلوده يعني لو انت انستول الماشين بتاعتك، او ممكن تستخدم التيرمينال العادي. طيب خلينا نروح فول سكرين بما اننا هنفضل هنا شوية. شايفين كويس ولا زوم ان شويه؟ احنا كنا بنزوم ان ازاي؟ حد فاكر احنا بنزوم ان ازاي؟ كنترول بلس اسهل. كنترول بلس كده تمام ولا زوم اكتر؟ طيب احنا دايما هنلاقي ان احنا عندنا بننكلود الفايل هو stdio.h ده، انتوا اكيد شفتوا ده ايه، ده اللي بيبقى فيه الاي او اوبريشنز بتاعتنا، وعندنا برضو الستاندرد لايبرري اللي هي stdlib.h، وعندنا فايل تاني احنا عاملينه انكلود اللي هو يونكس ستاندرد اللي هو unistd، ده يونكس ستاندرد لايبرري. اللايبرري دي فيها شويه كولز وفانكشنز هي خاصة بيونكس، اغلبها مش هتلاقيها موجودة على لينكس، على ويندوز اسف. طيب فانا هنا اول حاجة بعملها ان انا بقول عملت فاريبل اسمه بي اي دي، وقلت ان انا الاكس ايكوال 3، وبعدين برنت فانكشن اسمها جيت بي اي دي. احنا البروسيس اول ما بتعملها كرييشن عشان اعرف افرق بين البروسيسز عندي في السيستم، فكل بروسيس ليها بروسيس اي دي، ده رقم يونيك عن بقية البروسيسز اللي راننج في السيستم. اوكي، فانت الفانكشن دي موجودة في الهيدر اللي اسمه يوني ستاندرد، وتقدر ان انت ايه تطبع بيها البروسيس اي دي بتاع البروسيس اللي انت فيه. طيب بعد كده عندي فانكشن فورك. فانكشن فورك دي فانكشن مهمه جدا، وهي اللي انا بكريت بيها بروسيسز في لينكس. فانكشن فورك بتعمل ايه؟ فانكشن فورك اللي بتعمله ان هي بتاخد البروسيس اللي راننج دلوقتي، تاخد منها كوبي في نفس اللحظه اللي انا فيها، في نفس اللحظه اللي انا فيها. فبالنسبه للتشايلد بروسيس انا بادئ الكود ده منين؟ من اللاين ده. بالنسبه للتشايلد بروسيس انا بادئ البروسيس من اللاين ده، فالاكس دلوقتي في التشايلد بروسيس هتبقى كام؟ 3، هتبقى 3. فانا دلوقتي بقى عندي 2 بروسيسز، كل واحده ليها بروسيس اي دي مختلف عن الثاني. الاثنين خلصوا لاين 9 ده، خلصوا لاين 9 ده، والاثنين عندهم نفس الداتا بالظبط بنفس الاستيت. طيب سؤال، انا هفرق بين الاثنين بروسيسز ازاي في بقيه الكود؟ فانكشن فورك بترجع لي بتريتيرن ليا فاليو. اول حاجه لو انا ما عرفتش اصلا اكريت بروسيس، لو البروسيس مانجر ما خلانيش اكريت بروسيس، هيقول لي هيرجع لي نيجاتيف 1، فكده اصلا ما فيش تشايلد اتعمل، هو البيرنت بروسيس بس اللي موجوده ورجع لها نيجاتيف 1، معناها ان حصل ايه؟ ايرور في الفوركينج. اوكي، فده اول سيناريو. طيب السيناريو الثاني، لو فعلا حصل فوركينج ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي بقى عندي 2 بروسيسز، كل واحده الاكس فيها ب3، بس اللي هيفرق البي اي دي ده. البي اي دي ده للبيرنت هيرجع له البروسيس اي دي بتاع التشايلد، فهيرجع له رقم بوزيتيف. في البيرنت هيرجع لي البروسيس اي دي بتاع التشايلد فرقم بوزيتيف. في التشايلد هيرجع لي ايه؟ زيرو. في التشايلد هيرجع لي زيرو. البروسيس البيرنت اللي انا رنيتها من التيرمينال اول واحده خالص، يعني انا جيت دلوقتي هعمل ده كومبايليشن ورنيت اللي هي المين، اللي هي البروسيس اللي انا رنيتها في الاول، مش الاوتبوت بتاع الفورك. الفورك في بروسيس اساسيه كانت راننج وهو كاريت واحده ثانيه. بيكاريت بروسيس جديده بنفس الستيت بتاعت الاصليه. فالبروسيس الجديده دي هي التشايلد. بنفس الستيت بتاعت الاصليه، الستيت قصدي بيها ان نفس الداتا، الفاريبلز كلها زي بعض. اوكي؟ بتاع البروسيس ما هو دلوقتي اصلا في اللحظه دي في كام بروسيس راننج في لاين 8؟
واحده، فهو هيجيب البروسيس اي دي بتاعها. فورك هتعمل لي تشايلد بروسيس في نفس لحظه الكود اللي انا فيها. ودلوقتي بقى في اثنين بروسيسز راننج، واحده عندها البي اي دي بالتشايلد بروسيس اي دي، وواحده عندها البي اي دي بصفر، فاعرف ان انا ايه تشايلد، اعرف ان انا تشايلد. هوريها لك في السلايدز هتبقى باينه اكتر. طيب انا بس هفتح الكود من هنا عشان هو واضح اكتر من الـ من الـ من من هناك، ونبقى نرجع نرن هناك. انا دلوقتي اللي قلناه اللاين بتاع فورك ده كريت بروسيس جديد، اوكي؟ البروسيس الجديده بعد ما اتكريتت بالنسبه لها البي اي دي ده، البي اي دي ده بصفر. انا دلوقتي عندي اثنين بروسيسز، واحده شايفه الفاريبل بي اي دي بصفر، وواحده شايفه البي اي دي بالبروسيس اي دي برقم بوزيتيف اللي هو هيبقى البروسيس اي دي بتاع التشايلد. فانا اقدر ارن كود للبيرنت بس، واقدر ارن كود للتشايلد بس، واقدر ارن كود للاثنين. فازاي برن كود للتشايلد بس؟ بتشيك لو البي اي دي بصفر، لو البي اي دي بصفر يبقى ساعتها اي حاجه هتتنفذ هنا دي خاصه بالتشايلد بس. فساعتها هاجي اقول هنا انا خليت الاكس ب 7 وطبعت البيرنت بروسيس اي دي، البيرنت بروسيس اي دي اللي هو البيرنت بتاعي مين اللي كريت البروسيس دي، رقم، والبروسيس اي دي بتاعي كذا، وطبعت الاكس. ونفس الكلام في البيرنت، عملت نفس الكلام بس خليت الاكس ب 19، وفي الاخر طبعت ان انا خلصت والبروسيس اي دي ب 19. انا عارف الدنيا هتلخبط شويه بس لما هنرن الدنيا هتبدا توضح. ده مش البي اي دي بتاع التشايلد، ده بيقول، ده بيعرف انا الفورك دي بترجع للبيرنت هو كاري بروسيس شكلها ايه بالنسبه للتشايلد. بالنسبه للتشايلد هو ما بيبقاش، هو كل اللي يعرفه ان هو كرييتد، بس ما يعرفش مين، يعني ما يعرفش البروسيس اي دي بتاعه ايه غير لو استخدم فانكشن جيت بي اي دي. زيرو؟ لا هترجع لي، انا خلينا نرسمها على البورد عشان الدنيا تبقى اوضح شويه. طيب احنا دلوقتي كنا بادئين عندي بروسيس اللي هي البيرنت. خلينا نأسيوم ان البي اي دي بتاعها، يعني انا لو رنيت جيت بي اي دي هيبقى البروسيس اي دي بتاعها بكام؟ ب 3000 مثلا، اوكي؟ ودلوقتي الاكس عندها، الاكس عندها الرقم كان انيشالي بكام؟ ب 3؟ ب 3. فدي البيرنت. لحظه ما انا عملت فورك ايه اللي هيحصل؟ هيكريت بروسيس جديده اللي هي التشايلد، ليها بروسيس اي دي مختلف. فلو قلنا ان دي لو عملنا جيت بي اي دي فيها هيديني 3000 مثلا واحد، اوكي تمام. والاكس هنا بكام؟ ب3 برضو. بس انا بعد ما عملت فورك في فاريبل اسمه بي اي دي، صح؟ فاريبل اسمه بروسس اي دي ده الريتيرن فاليو بتاعت الفورك. ده بيختلف بين البيرنت وبين التشايلد. البيرنت هيشوفه بكام؟ 3001. البيرنت هيشوف الرقم ده، هو البيرنت بيعرف هو كاريت بروسيس رقمها كام. ليه هم عملوا كده؟ الفورك هترجع لي الاي دي بتاع التشايلد، بتعرف البيرنت انت كريت ايه. التشايلد مش محتاج يعرف البروسيس اي دي بتاعته، البيرنت محتاج يعرف التشايلد اللي كريته البروسيس اي دي بتاعه عشان عارف يتعامل معاه. انا دلوقتي كريت بروسيس، عايز اعرف هي البروسيس اي دي بتاعها ايه عشان لو عايز ابعت لها مسجز اعرف ابعت لها مسجز، لو عايز اكلها اعرف اكلها، لو انا رجع لي صفر في البيرنت هعرف منين التشايلد بتاعي مين ازاي. فانا البيرنت محتاج يعرف هو كاريت ايه عشان يعرف يهندله بعد كده. التشايلد بقى هيشوف ده بزيرو لان هو مش فارق معاه ان هو يعرف، يعني ده عشان افرق بس. يعني التشايلد كل دور البي اي دي هنا ان انا افرق ان انا تشايلد، ان انا التشايلد. بس انا لو عايز البروسيس اي دي بتاعتي هعمل ايه؟ هنادي الفانكشن اللي اسمها جيت بي اي دي، هنادي الفانكشن اللي اسمها جيت بي اي دي. فاهم الفكره؟ طيب سؤالك يا زياد. انا
مش هيرن هو هو تاني، هو هيكوبي الميموري زي ما هي. ما هو انت انت البرنامج وهو راننج، انت ايه اللي مخليك عارف ان انت دلوقتي في اللاين ده؟ كذا حاجه. انت فين في الاكسكيوشن، الفاريبلز اللي السيت بتاعها ايه، الداتا ميموري فيها ايه، الستاك فيه ايه. فده اللي بيحصل هنا، انك بتكوبي كل المعلومات عن البروسيس، فبتبقى كانك واقف هنا. ما بيرنش من الاول تاني، بيرن من اللحظه دي. يعني انا لو خدت الميموري، انا لو خدت الميموري عملت لها كوبي في مكان تاني، فالكوبينج الميموري خلى ان الاكس ب 3 وعرفته انه هتبدا اكسكيوشن من اللاين ده. خلاص يعني هو كده هيبدا مستطر بتاع بي اي دي هتساوي فولت ده، هيبدا من بعديه بقى، هيبدا من بعديه، هيشوفه بزيرو. يعني هو هيرجع فيه زيرو ويبدا من بعديه، هنعتبر انه هيبدا من عنده. طيب لو انا عايز اعرف البيرنت بتاعي، لو انا ناديت هنا جت بيرنت بروسيس اي دي، ده هيرجع لي كام؟ 3000. طيب ولو انا جيت هنا ناديت جت بيرنت بي اي دي، هيرجع لي كام؟ هيرجع لي، انتوا مش عارفين الرقم، بس هيرجع لي الاي دي بتاع انهي بروسيس، اللي هو مين؟ الفي اس كود مثلا، او في الحاله دي هيبقى التيرمينال نفسها اللي هو الباش. فاهمين اللي حصل؟ فاهمين الفكره؟ نقدر نجرب ده. لو الفورك لو الفورك ما اتعملتش، لو الفورك ما اتعملتش ده اصلا مش هيبقى موجود، واللي هيحصل ايه؟ ان ده هيبقى بنيجاتيف واحد لو الفورك ما اتنفذتش. طيب الفورك دي فانكشن كول ولا سيستم كول؟ سيستم كول. انا بعدل في البيج تيبلز وفي حاجه كتير بتحصل، فالكيرنل هي اللي بتعمل لي ايه، هي اللي بتعمل لها كرييشن. طيب مفيش مكان في الميموري، ما مالكش بيرميشن. طيب لو رجعنا هنا للترمينال وجيت انا رنيت، عملت جي سي، الفايل اسمه بروسيس، اسمه ايه، بروسيس 1.سي، وهقول له الاوتبوت 1.1 من غير دوت، ماشي. فهو كده كريت لي الفايل. لو جينا رنينا الفايل ده هنلاقي ايه؟ ان الاول اول لاين انا كنت بطبع ايه؟ يعني بصوا في الكود كده تاني، اول لاين كنت ده هيتطبع مره واحده، ده اتطبع مره واحده لان البيرنت بس اللي هيطبعه. فانا طبعت ان البيرنت، انا البي اي دي بتاعي 2026، وبعدين التشايلد هيقول اي ام ذا بيرنت، البيرنت سوري هيقول اي ام ذا بيرنت ماي بي اي دي از كذا، والبيرنت بي اي دي بتاعي هو كذا، والفاليو اوف اكس ب 19 التشايلد. وبعد ما خلص قال ان هو فينيشت، اللاين ده هيرن في الاثنين، فينيشت البروس اي دي بتاعي بكذا والاكس ب 19. التشايلد طبعا نفس الكلام بس الاكس ب 7 عشان احنا هناك خلصناه ب 7، وقال ان البروس اي دي بتاعه ب 2027 والبيرنت اي دي بتاعه ب 2026. وفي الاخر قال انه خلص والاكس عنده لسه بايه؟ ب 7. طيب لو انا جيت عملت البيرنت بتاع البيرنت كان بكام؟ 15.6.2. لو جينا عملنا بي اس، انت بي اس باي ديفولت بتطبع لك البروسيس بتاعتك، يعني البروسيس بتاعتك بس، لو عايز تطبع لك البروسيس اللي في السيستم كلها داش اي، داش اي ده هيطبع لك كل حاجه. فهنلاقي هنا ان 15.6.2 دي هي مين؟ هي الباش. اوكي ده الباش اللي راننج، فانا فهمت ان البيرنت بتاعي هو الباش. طيب هو الشايلد بس بتعمل بعد بيرنت ده على طول، ولا بعد مثلا ميت الكميه في بروسيس بيرنت بعد كده في بيرنت تاني؟ لما انا كريت شايلد كود دي تحتها، ده معناه ان كل البيرنت هيخلص بعد كده مسك الشايلد؟ لا مش فاهم. يعني البيرنت كريت بروسيس والبروسيس كريتت بروسيس، لا مش لازم، مش فارقه، مش لازم يجي تحتها على طول. يعني انت قصدك كبروسس اي دي كرقم؟ لا انا بتكلم يعني انها تنفذ بعد كده بعد البيرنت على طول. لا هو اكشلي هو مش هينفذ. طيب ده سؤال كويس، هو هينفذهم بانهي ترتيب؟
هينفذهم بانهي ترتيب؟ هينفذ بيرنت ولا هينفذ التشايلد ولا هينفذ مين؟ مش فارقه، هو بيشغلهم انترليفنج على حسب السكيدولنج الموجود. انتوا بداتوا في السكيدولنج في المحاضره صح؟ على حسب نوع الالجوريثم السكيدولر الموجود هو هيختار هيران ايه الاول. فممكن تلاقي ان التشايلد خلص قبل البيرنت، ممكن تلاقي ان البيرنت خلص وبعدين التشايلد، وممكن لو عندي كذا تشيلدرن يبقى مش شرط ان الكاريت الاول هو اللي يخلص الاول. لو ده السؤال ولا مش فاهمه برضو؟ حد فيكم يتكلم؟ طيب ينفع اصلا في البيرنت والتشايلد الاثنين تختاروا مع بعض؟ يعني مثلا انت لما هتبقى بتران حاجه فيها مالتي بروسيسنج في كذا بروسيس، هتلاقي ان انت لو انت بتبرنت البرنتنج بيخش في بعضه. يعني هنا كان ممكن برنت بيخش في بعضه بس مش اللاين، لان اللاين بيتحط في البفر على مره واحده. يعني لا مش اللاين الواحد، يعني هتبان غالبا في اكزامبل كمان شويه هيحصل فيه كده ومش هنعرف نتحكم فيها. يعني ازاي البيرنت ايه؟ لو انا عايز اخليها ديبندنت، يعني ايه ديبندنت على التشايلد بتاعتها؟ ان هي تستناها؟ هنا ده اكزامبل، ده توي اكزامبل، احنا ما شرحناش فيه يعني ما بيعملش حاجه. انا قلت من شويه ان احنا بنشغل البيرنت على التشايلد صح؟ اه طب البيرنت اصلا على التشايلد؟ مش مهم لا حاجه معينه لا مش شرط، مش شرط اللي انت بتقوله ده. لو انا ماشي انا ساعتها هبقى واقف وهعمل ويت عليها وهستنى الداتا اللي راجعه منها وكذا. هو انا دلوقتي لما رنيت شباب 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 بلاش كلام بلاش كلام، انا يعني من دلوقتي كده انا اللي هتكلم هيطلعه بره. اوكي الباش دي مش هي بروسيس؟ لو انا جيت هنا انا فتحت فيجوال كود ده ازاي؟ كتبت هنا كلمه كود، هل الباش مستني حاجه من فيجوال ستوديو كود؟ لا. والبيرنت بروسس، البيرنت بروسس بتاع الفيجوال ستوديو كود هو الباش، مكاريته هو مش محتاج منه حاجه، هو كاريته بس عشان يقوم البروسس بس. فمش شرط ان انا ابقى منتظر حاجه من التشايلد ان هي ترجع لي داتا وابقى مويت عليها. بيشتغلوا انترليفنج على حسب انا عندي كام كور. يعني ايه انترليفنج؟ يعني هو بيشغل دي شويه ودي شويه، دي شويه ودي شويه. لو انا عندي كذا سي بي يو كور ممكن يبقى الاثنين شغالين اكشوالي ان بارلل في الحقيقه. بس لو انا عندي بروسيسور بكور واحده هيشغل دي شويه ودي شويه، بس هيبان لي ان هم شغالين مع بعض. قصدي مش ثريدز يعني؟ مش ايه؟ هو حتى الثريدز نفس الكلام. الثريدز ما هو انا عندي الثريدز عندي كام كور في البي سي؟ 8. وانا مشغل 100 ثريد، ال 100 مش هيرنوا ان بارلل، ما عنديش الهاردوير اللي يرن ال 100 ان بارلل. بس هو بيعمل ايه؟ بيرن، انا عندي كان 16 كور هيرن 16 ان بارلل، وبعدين يقعد يبدل بينهم وبين ال 16 التانيين وال 16 التانيين، فيبان لي ان كلهم شغالين. ده خلاص ده بقى عنده الميموري بتاعته، ده بقى عنده الميموري بتاعته، ما لهمش علاقه ببعض. عملت كوبي للميموري، ففي اللحظه دي الميموري واحده، من بعد ما كمله كل واحد هيعمل اللي هو عايزه، بس في لحظه الكرييشن الاثنين نفس الحاجه. طيب حد عنده سؤال في الاكزامبل ده؟ طيب نبص على الكود اللي هنا. هنا انا بعمل نفس اللي عملناه من شويه، بس زودت ايه؟ زودت فانكشن كول في التشايلد بعد ما ستارتد ان هو يسليب 5 سكندز، يسليب 5 سكندز. خلينا نخليها رقم كبير شويه عشان نلحق بس نشوف حاجه.
ونرجع تاني للترمينال وهقول له جي سي سي كلير جي سي سي بروسيس 2 والاوتبوت سميه 2. لو جيت رنيت لا لا مش ملي مش ملي ده ممكن هنا لا لا صح صح, صح. ال ال احنا دلوقتي ايه اللي حصل؟ هم ال 20 سنه هيخلصوا قبل ما الحق اقول. ال 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 البيرنت دلوقتي ايه اللي حصل؟ البيرنت خلص بدا وخلص والتشايلد لسه ما خلصش. البيرنت بدا وخلص والتشايلد لسه ما خلصش. يعني خلينا نرجع للكود تاني. انا عملت ايه؟ كريت بروسيس والبيرنت ما عندوش سليب فدخل وطبع المسج بتاعته وقال ان هو خلص. والترمينال هي مستنيه البيرنت يخلص مش فارق معاها التشيلدر. الترمينال مستنيه البيرنت يخلص مش فارق معاها الترمينال. مش فارق معاها التشيلدر. بس التشايلد عمل ايه؟ قال انا ايم ذا تشايلد وطبع المسج دي وبعدين سليب 20 ثانيه. طيب لو جه يطبع البيرنت اي دي بتاعه هنا والبيرنت مخلص هيطبع بيرنت اي دي منين؟ هيجيب بيرنت اي دي منين؟ في تو اوبشنز اللي انتوا بتقولوه ده اوبشن بس ده مش هو اللي بيحصل. ان انا اروح للبيرنت بتاع البيرنت لا انا بروح للانيشال او الانيشال بروسيس. مين الانيشال بروسيس دي؟ دي البروسيس اللي كريتت كل حاجه. في اول بروسيس بتقوم في الاوبريتنج سيستم هي بروسيس اسمها سيستم دي وفي سام سيستمز هتلاقيها اسمها انيت. هتلاقي دي اول بروسيس بتقوم هي اللي بتقوم كل حاجه بعدها. هي البروسيس اللي بتقوم في اول الاوبريشن خالص بتقوم وبعدين تقوم اي حاجه ثانيه هترن. فلو احنا جينا بصينا مبدئيا هو طبعا ماي بيرنتس بي اي دي هو بكام؟ ب1 اللي هو اول بروسيس اصلا. ولو جينا طبعنا بي اس داش اي هتلاقي ان انت اول بروسيس عندك قايمه هي البروسيس اللي اسمها ايه؟ سيستم دي. هتلاقي البروسيس اللي اسمها سيستم دي. البروسيس دي هي كريتد وكريتد بقى كيرنل ثريد وكريتد كل ده. فانت لو مشيت على ترتيب البروسيسز هتلاقي ان في الاخر كلهم جايين منين؟ من سيستم دي دي. تمام؟ طيب في سام سيستمز هتلاقي ان انت طالع لك البي اي دي ده مش بواحد. هتلاقي ان هو طالع لك برقم تاني والبروسيس التانيه دي اسمها سيستم دي برضه. هتلاقي ان في كذا سيستم دي مرنه اللي هي الانيشال اللي هي سيستم دي دي وواحده تانيه ببروسيس اي دي تاني. دي بيبقى هدفها ايه؟ بنسميها الريبر. الريبر بروسيس. عارفين الريبر ده اللي هو ايه؟ اللي هو اللي ماسك العصايه السوداء ده اللي بيمشي يحصد ارواح الناس في الافلام. حاجه يعني مش مهم يعني هو حاجه بتحصد البروسيسز اللي مالهاش ايه؟ مالهاش بيرنتس. بيبقى اسمها سيستم دي برضو بس الفرق ان هي بتبقى متكريته مخصوص عشان السبب ده. متكريته مخصوص عشان السبب ده عشان سيستم دي تعمل الاوبريشنز بتاعتها بس. اوكي؟ فاهمين انا بقول ايه؟ اللي حصل ان انا البيرنت خلص والتشايلد ما خلصش. فالتشايلد دلوقتي ما بقاش عنده بيرنت، بقى اسمه اورفن. اورفن بروس ما عندوش بيرنت. فما عندوش بيرنت فبيروح يلاتش على يتحط على تشايلد لسيستم دي بروسيس سواء كانت ببروسيس اي دي 1 او معموله ريبر بروسيس ببروسيس اي دي تاني. عشان لو حد بس كان بيران سيستم غيرنا هيشوف ان هي مش نفس البروسيس اي دي. مين البروسيس الثاني؟ لا هو ما راحش للسيستم دي. لا لا هو هيروح للسيستم دي او للسيستم دي برضه بس مش بروس اي دي بواحد. هيبقى اسمها برضه سيستم دي بس هتلاقيها برقم ثاني وساعتها دي بنقول عليها ان هي ريبر بروس. هي متكريته للهدف ده بس ان هي تاخد كل الاورفن بروسيسز تحطه تحتها. بس ما كانش ترمينيت قبله. انا مسحت السكرين بس خلينا نرنه ثاني. هو ترمينيت قبله بس هو ممكن يكون يعني هو اللي بيحصل في البرينتنج ان انا بروح احط في بفر وهو بياخد البفر ده يفلش وكل شويه يطبع بيه. فممكن يكون ان انا مليت البفر قبل ما ده يترمينيت. يعني انا مليت البفر اللي بيطبع قبل ما ده يترمينيت قبل ما البيرنت يترمينيت. عشان انا هنا قعدت سليبنج وقت طويل لحد ما يعني انا ما رنتش. ده الفرق ايه؟ ان اللاين ده اللاين اللي هو البرنت ده في الكيس الاولانيه رن قبل
قبل ما البروسيس البيرنت ترمينيت. لكن هنا انا فضلت مسليب 20 ثانيه فاحنا ضامنين انه قفل البروسيس، اكيد قفلت. حاضر ثانيه. هتبقى نفس الرنايه الاولى بس ممكن او ممكن لا برضه في الاغلب هيبقى يعني مش هيلحق ان هو ما يرنش، مش هيلحق ان هو ما يرنش على ما البروسيس تبقى بتكل وتقول للبيرنت ان هي خلصت والبيرنت يكلها، مش هيلحق، مش هتلحق تحصل. السيناريو اللي انت بتفكر فيه مش هيحصل. طيب حد عنده سؤال في الاكزامبل ده؟ طيب افرض ان انا مكريت التشايلد، افرض ان انا مكريت التشايلد لسبب انا محتاج ان التشايلد يعمل حاجه معينه، ولما التشايلد يعمل الحاجه دي انا هروح استخدمها، او ان انا عايز ما اقفلش البروسيس بتاعتي غير لما التشايلد يخلص، فبعمل ايه؟ في اكزامبل 3، في اكزامبل 3 هنا الفرق الوحيد ايه؟ ان انا في الاول كريت variable زياده اسمه stat lock ده، وعملت forking عادي والchild دخل وطبع، وهنا رحت ناديت الفانكشن اللي اسمها wait دي، والفانكشن اللي اسمها wait دي بترجع لي اتنين outputs. الاوتبوت الاولاني اللي هو راجع باي ريفرنس هنا، او انا بعت البوينتر بتاعه فهو بيغير في الفاليو بتاعت stat lock ده، وراجع لي فاليو ثانيه اللي هي SID. اوكي، اللي هيحصل ايه لو انا جيت هنا حطيت هنا، خلينا نحط سليب برضو، سليب 10 ثواني بلاش 20 ثانيه، هنقول هرنها بس تشوفها وبعدين هنشوف. خلينا نكمبايل الفايل ده، احنا في 3. لو جينا رنينا 3 البيرنت ما كانش عنده سليب، صح؟ البيرنت ما كانش عنده سليب، فالمفروض ان هو كان هيخلص على طول، بس هو اكشلي ما خلصش، هو واقف مستني، واقف مستني التشايلد بروسيس بتاعته تخلص، هو واقف مستني التشايلد بروسيس بتاعته تخلص وما خلصش. لقينا هنا مين اللي خلص الاول؟ التشايلد. وبعد ما التشايلد خلص البيرنت طبعا ان التشايلد خلص ببروس اي دي كذا واكزيت كود كذا وبعدين طبع. طيب احنا جبنا منين الاكزيت كود والبي اي دي؟ خلينا الاول بس فاهمين الويتنج من غير المسج اللي طبعت. احنا كل اللي عملناه ان انا وقفت مستني ان التشايلد بروسيس تخلص، كل اللي عملته اني وقفت مستني التشايلد بروسيس تخلص. لما التشايلد بروسيس تخلص فانكشن ويت دي بقى رجعت لي ايه؟ رجعت لي حاجتين. اول حاجه الريتيرن فاليو اللي احنا قلناها اس اي دي، دي البروسيس اي دي بتاعه التشايلد اللي خلص، دي البروسيس اي دي بتاعه التشايلد اللي خلص. اوكي، فبيرجع لي البروسيس اي دي بتاعت التشايلد اللي خلص، ورجع لي فاريبل اسمه ستات لوك. انا خدت ستات لوك ده انا عملت فيه ايه؟ عملت له بيت وايز اندنج، بيت وايز اندنج، وتشيكيت ان اندنج مع 0 0 اف اف ده مرجع زيروز. كاني هو انا لو عملت اندنج كده يبقى انا خدت انهي، خدت كام بت؟ 8 بت، خدت ال 8 لور بت اللي هو 1 بايت، يعني خدت 1 بايت. فانا عايز اتاكد ان اللور 1 بايت في ستات لوك ده ان هي بصفر. طيب ايه اصلا البايتس بتاعت ستات لوك ده؟ طيب هنا ده كده اللي بيبقى راجع لي من اللي بيبقى راجع في ستات لوك، عندي هم الانتجر 4 بايتس، فالبايت اللي على اليمين خالص بترجع لي زيرو لو هو مأكزت نورمالي، ورقم لو هي مأكزت مش نورمالي، حد عملها كيل في النص كراشد وثرود اكسبشن، فده بيبقى راجع لي هنا اللاست بايت ده بيبقى زيرو لو هي ايه؟ اكزيت نورمالي. طيب في نفس الوقت بيرجع لي حاجه لو هي اكزيت نورمالي، الاكزيت كود ده ليه لازمه، لو هي مش اكزيت نورمالي خلاص مفيش اكزيت كود اصلا. طيب الاكزيت كود ده بقى هو مين؟ هو انت في اخر الفايل كده ممكن تيجي تقول له اكزيت، يعني انا لو جيت هنا غيرت خليت ان التشايلد بعد ما بيسليب بيأكزت بكود 55. خلينا الأول نجرب
وهعمل جي سي تاني وهرن. ايه اللي حصل؟ رجع لي الكود اللي انا عملت له ريتيرن. فهنا ال 3 بايتس دول هو البروسيس اكزيت بكام. فالبروسيس عشان تعرف البيرنت حصل ايرور وما حصلش ايرور. طب حصل ايرور، حصل انهي ايرور؟ بعرفه بالايه، بالريتيرن، بالاكزيت كود بتاعي. لو انا اكزيت نورمالي في العادي بتلاقي كل المين في اخر المين ريتيرن زيرو. طب افرض انت ما خلصتش نورمالي، الكونفنشن المعروف ان انت بترجع شويه ايرور كودز معروفه. ان انا لما هرجع لك مثلا ايرور كود 100 يبقى انا في حاجه في حصل ايرور اكس. زي مثلا كود 404، احنا حافظين 404 ده اللي هو ايه؟ نوت فاوند. ده حاجه، بس ده حاجه في الكوميونيكيشن، انت حاولت تدور على صفحه وما لقيتهاش فبيقول لك ايرور كود 404. نفس الكلام هنا، في شويه ايرور كودز معروفه ان البروسيس ترجعها للبيرنت تعرفه ان في مشكله حصلت. فاهمين الفكره؟ ال 55 دي انا كنت ممكن ارجعها كده وممكن اقول اكزيت 55 هيعمل نفس الحاجه برضه. بس اكزيت 55 كنت محتاجه انكلود تقريبا ستاندرد لب دوت اتش. نجرب نكومبايل ونشوف. فنفس الكلام برضو رجع لي ايه؟ رجع لي ال 55. عندي طريقه ثانيه ان انا تشيك بيها ان البروسيس خلصت. بدل ما انا اعمل مبدئيا، بس انا في حاجه ما وريتهالكوش، انا هنا عشان اجيب الاكزيت كود عملت ايه؟ شايفين ده؟ كده انا عملت ايه؟ شيفت رايت 8 بتس. انا خدت اللي راجع هنا ده، طيرت البايت الاخرانيه وسبت الايه؟ سبت 3 بايتس دول عشان اعرف الاكزيت كود كام. طيب الاسهل ان انت بدل ما تعمل انت الشيفت 8 بايدك وتبقى بتستخدم وبتعمل بيت وايز اندنج اند سو اون، في فانكشنز اصلا، او مش فانكشنز بقى، ماكروز. بتعمل لك ده. فانت الماكرو اللي بيتشكلك هي اكزيتد ولا لا اسمه ويت اف اكزيتد، وفي واحد تاني بيجيب لك ايه الاكزيت ستاتس، بيعمل لك هو ده. الماكرو هو بيبقى عباره عن ايه؟ بيتعرف ازاي؟ طيب هاش ديفايند، هو الهاش ديفايند بتبقى في الاول. يعني هتلاقي ان ده متعرف في الهيدر فايل بتاع الويت ان هو مثلا كاتب كده هاش ديفاين، بس يعني مش في وسط الفانكشن ده، ويكتب لك بعديه اللي احنا كتبناه فوق ان هو وبعدين معرف الفانكشن نفسها بتعمل ايه بنفس اللي احنا كاتبينه فوق. اوكي، فالماكرو كل دوره بس ان هو اول ما بتعمل بري بروسيسنج، مش حتى وقت الكومبايليشن، ده وقت البري بروسيسنج، بيشيل لك اللي انت كاتبه ويحط بداله ايه؟ لما تعرف في الديفينيشن، يحط لك بداله لما تعرف في الديفينيشن. اوكي، فاهمين دي؟ اتفضل. ليه الاول لما احنا ما حطيناش الترم 55 ليه طلع لي اكزيت كود؟ كان اكزيت كود زيرو عشان هنا في ريتيرن زيرو في الاخر. الماكرو ده موجود في الهيدر فايل، الهيدر فايل بتاع الويت، حاجه في اللايبرري اللي موجود. انت ممكن تعرف الماكروز بتاعتك، بس ده جزء من الهيدر فايل اللي انت عامل له انكلود. هتعمل انت فور لوب وتستنى عليه. طب افرض ان انت عايز تستنى على تشايلد معين، ممكن في فانكشن ثانيه. لو انت عملت، لو استخدمت مانيوال ويت بي اي دي، هتلاقي ان هو مستني على بروسيس معينه، مش مستني على اي بروسيس. انت ممكن تقول له من الاول لا انا مش هستنى كل التشيلدرن، انا مستني ده. فساعتها بتستخدم ويت بي اي دي، ويت دي بتستنى اي تشايلد يخلص. فلو انا عايز استنى كل التشيلدرن ومش فارق معايا انهي، هعمل فور لوب على عددهم، او وايل لوب ان انا خلصت على عددهم، واستنى واحده واحده، وكل ما واحده تخلص اهندل اللي هي عملته. لكن لو انا مستني بروسيس بعينها هعمل ايه؟ ويت بي اي دي بالرقم بتاعها. لا انهي لاين؟ في لاين اللي بعد الويت؟ لا تمام. هو
هو انا لو عملت فورك بعدها فورك في كام بروسس هترن؟ في كام تشايلد هيتعمل له كرييشن؟ انا دلوقتي البيرنت من غير ما احطهم جوه اف كونديشنز، ماشي، من غير ما استخدم الاف كونديشنز، انا عملت يعني جيت هنا عملت تاني بي اي دي 2 مثلا ايكوال فورك، في كام تشايلد هيكريت؟ ثلاثه. يعني المين البيرنت وثلاثه، البيرنت وثلاثه، جه منين الثلاثه؟ البيرنت كاري تشايلد والبيرنت كاري تشايلد تاني والتشايلد كاري تشايلد، عشان انا مش حاطه جوه تشيكس، فانا لازم بعد كل فورك اعمل تشيكس بتاعتي وبعدين اكمل. اوكي يعني اللي هيحصل ان هم هيبقوا يعني هيبقى فيه كده اللي احنا عاملينه اصلا مش صح، يعني مش حاجه مظبوطه. انا حطيت ماركر فين؟ يعني اللي حاصل ان احنا على الكود اللي احنا كاتبينه ده ان في بيرنت كاري تو تشيلدرن، والتشايلد الاولاني بدا من السطر اللي قبل تاني فورك، التشايلد الاولاني فيهم بدا من السطر اللي قبل تاني فورك، فهو شخصيا هيعمل ايه؟ هيعمل فورك، ماشي، بس البيرنت بتاع البروسيس دي بقى هو التشايلد مش البيرنت. لو عملت اف كونديشنز بقى هظبط انا الفوركينج الثانيه ان هي ما تحصلش غير في البيرنت. يعني لو انا كنت عايز فعلا اكريت كذا بروسيس هظبط بالاف كونديشنز ان الفوركينج ما يحصلش غير في البيرنت، ان التشيلدرن ما يعملوش فورك. اللي هو اف بي اي دي ما بيساويش زيرو يعني وهناخد فانكشنز ثانيه بتكريت بروسيسز برضو بتران حاجات معينه هنشوفها في الاكزامبلز اللي جايه. هترن عادي بس هتفتكر نفسها هترن كود البيرنت، هترن كود البيرنت لان هي الفاريبل اللي اسمه بي اي دي بتاعها، الفاريبل اسمه بي اي دي بتاعها في رقم بوزيتيف لان هي كرييتد، يعني هي بالنسبه للتشايلد الاولاني اللي هو التشايلد سي 1 البي اي دي هنا كان بصفر، بعدين هي راحت عامله فورك فالبي اي دي بقى برقم، فهي هترن كود البيرنت بالظبط. طيب حد عنده سؤال في الاكزامبل ده؟ لو احنا رنينا الكود ده تاني، الكود ده تاني يعني نعمل له كومبايليشن تاني ونرن، هيعمل برضو نفس البيهيفير. انا هنا مستخدم الماكروز مش عامل انا التشيكس بايدي. فبرضو خلص بستيتس 55. ماشي. اكزامبل 4 هو بيشرح اللي احنا عملناه دلوقتي، حته الاكزيت اللي احنا عملناه، فده ما فيهوش حاجه زياده عن اللي احنا قلناه. يعني هو بيشرح بس ده اول بروسيس كوميونيكيشن. احنا عندنا كذا طريقه نعمل بيها بروسيس كوميونيكيشن. في طرق ان انت بتعمل بايب ستريم ما بينهم وتبعت عليه داتا اند سو اون، ده لسه مش هناخده دلوقتي. بس الاول طريقه انت تعرف بس تخلي بروسيس تقول لبروسيس ثانيه معلومه، هي ان البروسيس تبقى بيرنت لبروسيس ثانيه وتبص على ايه الاكزيت كود بتاعها. ده كده اتنين بروسيس كلموا بعض، ما انا البروسيس التشايلد عملت حاجه ورجعتها للبيرنت. اوكي، فدي ده اول نوع بروسيس كوميونيكيشن احنا خدناه. يعني طيب خلينا نبص على اكزامبل 5. طيب هنا ايه اللي هيحصل؟ انا عندي هنا الشايلد ما عندوش سليب، البيرنت عنده سليب، عنده سليب، وبعدين عنده الفانكشن ويت ان هو يستنى الشايلد عادي وبعدين بيترمينيت. اوكي، احنا مكسبكتين ايه؟ ان الشايلد هيرن ويخلص وبعدين البيرنت يفضل واقف مستني وبعدين يخلص بعد 20 ثانيه، صح؟ خلينا نخلي دي رقم صغير، احنا عايزين، لا احنا عايزين نبص على البروسيس فخليها كبيره. فلو عملنا كومبايل للكود ده وجينا رنينا الكود، خلينا نفتح نيو تاب تانية
لو انا جيت في التاب دي قلت بي اس داش اي اكسبكت ان انا الاقي كام بروسيس اسمها 5 واحده بس. احنا في الاصل انا دي كنت محتاج اوريها لكم الاول التو بروسيسز اللي راننج هيبقى اسمهم ايه الاثنين باسم الفايل الاصلي الباينري فايل الاصلي اللي هو 5. فيعني لو احنا كنا رنينا من الاول دايما كنا هنلاقي اثنين اسمهم 5 بس دلوقتي انا لما رنيت بي اس اي ده لقيت ان انا عندي اثنين اسمهم 5 ده البيرنت اهو اللي هو 2409 ده البيرنت مكتوب عادي والتشايلد مكتوب بس مكتوب جنبيه كلمه دي فانكشنال دي دي فانكشنال دي اللي هي ايه التشايلد ما بيتشالش من البروسيس تيبل اي بروسيس ما بتتشالش من البروسيس تيبل غير في حاله من الاثنين يا البيرنت قفل البيرنت بتاعها قفل هي خلصت والبيرنت قفل يا هي خلصت والبيرنت عمل ويت وعرف ان هي خلصت. تاني البروسيس ما بتبقاش قفلت كومبليتلي غير في حاله من الاثنين اتشالت من البروسيس تيبل يعني ان هي خلصت والبيرنت خلص او ان هي خلصت والبيرنت عمل عليها ويت وهي طبعا مخلصها لكن لو هي خلصت ومفيش حاجه من دول حصلت هتفضل في البروسيس تيبل بس بنسميها ايه زومبي هو عايش ومش عايش يعني هي البروسيس خلصت بس ما قفلتش ان هي خلاص بروسيس في ستيت كده ان هي خلصت بس لسه محتاجه ان هي تتشال من البروسيس تيبل. طب لو انا عملت العكس جيت خليت السليب دي بعد الويت متوقعين ايه اللي هيحصل هتظهر في البروسيس تيبل ولا لا؟ لا لو انا جيت بصيت هنا ورنيت بي اس داش اي هلاقي ان انا عندي واحده بس. ليه؟ لان البيرنت اوريدي عمل عليها ويت هو البيرنت ما خلصش بس البيرنت عمل ايه؟ عمل عليها ويت. اوكي؟ تاني احنا في الاول في الكود كنت حاطط ايه؟ كنت حاطط ان البيرنت بعد ما كريت التشايلد هيسليب 20 ثانيه بس التشايلد ككود خلص. التشايلد لما بيخلص ما بيتشالش من البروسيس تيبل ما بيتشافش ان هو اتشال غير لما البيرنت يخلص او البيرنت يعمل عليه ويت. فلو البيرنت عمل الويت دي خلاص هو التشايلد هيتشال من لان هو لازم التشايلد ينوتيفاي البيرنت انه خلص فيا اما البيرنت يعرف انه خلص يا اما البيرنت شخصيا يخلص. بالظبط لما حطينا السليب بعد الويت التشايلد عرف البيرنت فما حصلش حاجه. بالظبط لو شلنا السليب مش هنلاقي الاثنين يعني انا لو شلت السليب دي خالص وجيت عملت كومبايليشن ورنيت انا اصلا مش هلحق اروح هناك اعمل كده الاقي حاجه يعني انا لو جيت عملت كده مش هلاقي بروسيس ما هو 5 سوري هتفضل 20 ثانيه دول بس لحد ما البيرنت يعمل عليها ويت او البيرنت يخلص. فانا ممكن اعمل حاجه ثانيه يعني ممكن خلينا ناخد اخر اكزامبل ان انا هحط اثنين سليبس بس احنا هنحتاج نعد بقى لثواني او نخليها تطبع فنشوف الاندنتيشن خلي دي 20 ودي 10 بس عشان الحق اكتب خلينا نكلير ده وهاجي هنا هكلير برضو. فانا دلوقتي هكمبايل وهران دلوقتي لما هران هلاقي ان ايه ان هي موجوده وزومبيفايد يعني ان هي دي فانكشنال. البيرنت طبعا التشايلد خلص لو جيت رنيت تاني البيرنت ما خلصش البيرنت لسه ما خلصش بس دلوقتي التشايلد ايه اتشالت من البروسيس تيبل. ليه؟ لانه عمل عليها ويت. تمام؟ لا ما هو بتبقى السيستم دي لما اي بروسيس بتخلص بيكلها يعني مش بيكلها بس بيعرف ان هي خلصت وخلاص هي خلصت كانه بيعمل ويت على كل البروسيس. اي بروسيس بتخلص بيعرف وبيتشال. بعد ما
بعد انهي سليب؟ انا دلوقتي حاطط اثنين سليبس، بعد انهي واحده؟ بعد الويت خلاص البيرنت عرف ان التشايلد خلص، فالتشايلد شايل من بروسس تيبل. ايه المشكله؟ انا قلت ان انا بتشال من بروسس تيبل في حاله من الاثنين، يا اما البيرنت خلص، يا اما البيرنت خلص، يا اما البيرنت عمل عليا ويت. فان البيرنت عمل ويت ده كان البيرنت هو كل الهدف من ده ايه؟ ان اي بروسس تخلص تعرف البيرنت، فيا اما البيرنت يعرف يا اما البيرنت يبقى مش موجود. خلصت نورمالي ولا لا؟ نورمالي ولا لا، والثانيه الاكزيت كود. يعني كود هيتحط في بايت احسن. الاكزيت كود هيتحط في 3 بايتس. 3 بايتس. احنا عندنا 3 بايتس هنا و1 بايت ان هو خلص نورمالي ولا لا. مفيش اي داتا، مفيش اي انفورميشن ثانيه. لا مفيش اي حاجه ثانيه، انت بتعرف البروس اي دي بتاعت التشايلد اللي خلص في الريتيرن فاليو بتاعت الويت. لا هيستنى اي واحده هتخلص هيرجع له، فلو انت عايز تستنى على الاثنين هتعمل فور لوب او وايل لوب او حاجه. لو انت عايز تستنى على بروسس بعينها هتستخدم فانكشن اسمها ويت بي اي دي. يعني لو جينا هنا قلنا هتلاقي هنا ان انت عندك الفانكشن اسمها بي اي ويت بي اي دي، دي بتستنى البروسس اي دي اللي انت عايز تويت عليه وبتاخد شويه اوبشنز والستاتس اللي بترجع لك اللي هي زي الستات لوك اللي احنا عملناها دي. اغلب السيستم كولز اللي موجوده في لينكس اللي هم سيستم كولز هتلاقي ان هم موجودين في الـ في الـ في التيبل ده. فمثلا بي ايرور دي، دي فانكشن اللي احنا بنطبع بيها الايرور، او بلاش بي ايرور، احنا كنا بنطبع برينت اف نفسها موجود. ليه؟ لان دي سيستم كول، فكل السيستم كولز هتلاقي موجوده في المانيوال بتاع ايه، بتاع لينكس. طيب حد عنده سؤال في الاكزامبل اللي فات؟ ايه اللي بترجع ايه؟ الويت بترجع البروس اي دي بتاعت البروس اللي خلصت، بتاع التشايلد اللي خلص، عشان اعرف بس انهي تشايلد من بتوعي اللي خلص. الاول واحد هيخلص هيرجع لي والتاني مش هيرجع لي حاجه. لو انا مثلا يعني خلينا طيب نعمل كده، كده انا هكريت كام بروسيس؟ هكريت اثنين صح؟ هكريت اثنين وكل تشايلد هيبقى شايف البروسيس اي دي الصح بتاعه. كل تشايلد هيبقى شايف البروسيس اي دي الصح بتاعه. انا مش عامل تشيك على الايرور، مش مشكله يعني، بس يعني انتوا فاهمين ان انا محتاج اتشيك على الايرور اند سو اون. بس يعني طيب خلينا نكومبايل الكود ده عشان ده الفاريبل اللي انا بتشيك بيه تحت هو انا بيرنت ولا لا. فانا البيرنت في المرتين عمل فورك، فالبي اي دي دايما بتاعه بصفر، البي اي دي سوري دايما بتاعه بوزيتيف، ففي اخر كول هو هيجي ينفذ الكود ده البيرنت. التشايلد الاولاني هيشوف ان ده بزيرو والتشايلد الثاني هيشوف ان ده بزيرو. يعني لو البيرنت عايز يعرف البروس اي دي بتاع الاثنين مش هعمل كده، هحطهم في اري او حاجه، هحطهم في اي حاجه. بس انا مش عايز انا البيرنت مش هستخدم ده في حاجه غير ان انا اعرف انا بيرنت ولا لا. لو كنت اكشلي هستخدم الرقم مش هعمل اللي انا عامله ده، هحطهم في اري او حاجه. لا انا حاطط الفورك الثانيه جوه ان انا مش بصفر، فالتشايلد مش هيعمل الفورك. اول فورك عملت اثنين بروسيسز، واحده البي اي دي فيها بصفر وواحده البي اي دي بوزيتيف. التشايلد مش هيرن الجزء ده وهيخش تحت على طول. البيرنت هيرن ده وبعدين يخش تحت يرن الكود بتاعه.
طيب على حسب انهي بروسيس في الشيلدرن بتوعي هتخلص الاول، في واحده فيهم هتبقى زومبي واحده لا. خلينا نشوف بس اللي احنا بنقول. احنا البيرنت عندنا اتنين سليبس، واحده ب 10 واحده ب 20. اوكي انا عملت كومبايل وجيت رنيت. لو جيت هنا رنيت بي اس داش اي هلاقي ان في كام واحده؟ 3. ليه؟ لان اول سليب ما خلصتش. اول سليب خلصت بس في واحده من الاثنين خلصوا. لو جيت رنيت بي اس داش اي تاني هلاقي ان الثانيه لسه موجوده لان انا ما عملتش ويت عليها. خلينا نقولها بالراحه لما الكود يخلص، نمشي ورا الكود بالراحه كده ونشوف ايه اللي حصل. انا عملت ويت واحده صح؟ عملت ويت واحده، فانا استنيت تشايلد واحد. ما استنيتش الاثنين تشيلدرن ايه؟ يخلصوا. فالتشايلد اللي خلص الاول، هو اللي هيرجع لي في الويت. لكن التشايلد الثاني مش، انا ما عرفتش انه خلص. فالتشايلد الثاني هيستنى لما انا اخلص. فبعد بعد اول سليب انا لسه ما عملتش اي ويت. فالبيرنت موجود والاثنين تشيلدرن موجودين، وزومبي. اوكي طيب انا عملت ويت، بس انا عامل ويت واحده. لما عملت ويت واحده ايه اللي حصل؟ قال لي اتشايلد وذ بي اي دي 2606 خلص. فمعنى كده ان 2606 هيتشال، مين اللي هيفضل موجود؟ 607. لو رجعت بقى لما رنينا بي اس داش اي بعد ما الويت خلصت هنلاقي ان فعلا 606 اتشال بس 607 لسه موجود. طب افرض ان انا كنت عايز اويت على الاثنين، هعمل ايه؟ هعمل فور لوب. على الكود ده، ان انا اجي هنا بدل ما ده كان بيرن مره واحده فهقول فور تحت 9 من زيرو. بيبقى هو عايز الديفينيشنز بتاعت الفاريبلز كلها تبقى في الاول. في السي بيبقى عايز كده. انا مش فاكر كل الفيرجنز ولا لا، ممكن اكون انا متلخبط، بس لو انا فاكر صح بيبقى عايز كل الفاريبلز في اول الفانكشن او في اول المين فانكشن كل الفاريبلز متعرفه. لا ما دايما هبقى عارف عددهم. لو انا كاتب كود صح دايما هعرف عددهم، وانا بفورك هشوف انا عملت فورك كام مره. في حاجة هتجيب لك الشيلدرن بتوعي كلهم. بس أنا مش فاكر هي الفانكشن اسمها إيه. ماشي، إحنا كده المفروض الكود سليم. فدلوقتي اللي هيحصل إيه بقى؟ إن أنا لما هرن كده وهاجي هنا كلير بي اس داش إي هلاقي إن التلاتة موجودين. هناك المفروض لما يخلص هيطبع لي إن الاتنين خلصوا، لأن أنا حطيته جوه إيه؟ جوه فور لوب، فقال لي إن الاتنين خلصوا. لما أجي هنا رن هلاقي إن فعلا البيرنت بس هو اللي إيه؟ هو اللي موجود. تمام؟ تمام؟ انت اللي كنت تسال بس ما حدش كده باصص لك. بالظبط. اه المره الاولانيه الاثنين راحوا لما البيرنت خلص. نجرب. اظن ان هو هيرجع، يعني مش هيفضل واقف مستني. ماشي ممكن نعمل كده. اظن هترجع رقم ان هو يعني هترجع نيجاتيف 1 او هترجع حاجه ان مفيش حاجه حصلت، بس يعني مش هيفضل واقف مستني. يعني انا لو عملت هنا برنت اف داش دي دي باك سلاش ان غالبا الرقم ده هيبقى بنيجاتيف 1 او حاجه. يعني خلينا نجرب كده. كنا المفروض شلنا السليب. رجع نيجاتيف 1. سوري.
لو مش مخلص هفضل واقف مستني. لو انا ما عنديش تشيلدرن هيرجع لي نيجاتيف 1. بس لو انا لو في سؤال لسه مخلص هفضل واقف مستني. زي اللي حصل من شويه لما كنا حاطين السليب في التشايلد والبيرنت ما فيهوش سليب، فضل البيرنت فضل واقف مستني. كان في اكزامبل 3 يعني في الكود ده. هنا احنا كنا عاملين ايه؟ كان البيرنت ما عندوش سليب بس التشايلد عنده سليب، ففضل واقف مستني. البيرنت ما خلصش فضل واقف مستني ان ده يخلص. في اللي احنا لسه مرنينه. بالظبط. طيب احنا في اكزامبل كام؟ عندنا فانكشن اسمها اكسك ال. اكسك ال دي بتعمل ايه؟ بي ريبليس، لو احنا فتحنا المانيوال هتلاقي بيقول لك بي ريبليس الكرنت بروسيس بالايمج بتاعه النيو بروسيس اللي انت مديها لها. فلو انت بترن بروسيس معينه فانكشن سي وجيت رنيت اكسك ال، اي كود تحت الاكسك ال مش هيران، اي كود تحت الاكسكيوت ال ده مش هيران. ايه اللي هيحصل؟ هو من اول السطر ده خلاص انت البروجرام بتاعك وقف، واول ما كانوا بنفس البروسيس اي دي، اول ما كانوا بنفس البروسيس اي دي الايمج بتاعه بروجرام تاني، الايمج بتاعه بروجرام تاني ايه الباينري فايل الاكسكيوتابل، يعني شال الاكسكيوتابل بتاعك من الميموري وحط الاكسكيوتابل بتاع البروسيس اللي انت رنيتها، بس البروسيس اي دي واحد، القديم هو الجديد. بيبدل بس. انا مش عارف احنا لو عملنا كده ايه اللي هيحصل، بس هجرب. بس لا، هي بتاخد باث وانا مش معايا الباث، مش مهم دلوقتي. ماشي. طيب فده كده الفانكشن دي بتعمله. هي بتاخد ايه الفانكشن دي؟ بتاخد الباث بتاع الحاجه اللي انت هترنها، وبتاخد الكوماند نفسه اسمه ايه، ولو انت عندك اوبشنز بتحط الاوبشنز هنا، ولو عندك كذا اوبشن هتفضل تحطهم كلهم. فتقول مثلا لو عندك اوبشن تاني داش ال تحطه هنا اند سو اون، ولازم في الاخر تخلص بايه؟ بنال عشان تعرفوا ان الاوبشنز خلصت، وما تحطليش النال بين دبل كوتس، لا هي نال عشان دي غلطه كومن بنعملها ساعات. فاللي بيحصل هنا ان التشايلد ده لما رن، التشايلد ده لما رن هيعمل ايه؟ خلاص هو كل دوره انه قام وشغل البروسيس اللي اسمها ايه؟ بي اس. طيب خلينا نشوف، انا عايز اعرف بس كود موجود فين. يوزر بن كود. ماشي. لو احنا جينا هنا خلينا البروسيس اللي بتقوم دي كود وما اديناهاش اوبشنز. ماشي. والبيرنت واقف مستني ان التشايلد يخلص، وخلينا نطبع المسج بتاعت ايه؟ بتاعت ان التشايلد خلص دي. المفروض الكود بتاعي دلوقتي هيعمل ايه؟ هيفورك يقوم تشايلد بروسيس، التشايلد بروسيس دي تقوم بدلها فيجوال ستوديو كود خلاص، صح كده؟ والبيرنت يقف يستنى. خلونا نرن اللي حاصل ده. شكرا. سي بروسيس 6. ما قومش كود. في ايه؟ جوه ايه معلش؟ المفروض ان في حاجه جوه الباث ده ولا هو ده؟ يعني الباث ده المفروض ان احنا لو قومناه هيفتح لي. لا انا كاتب الباث غلط، انا ناسي دي، انا ناسي ال، هو غالبا مش لاقيه، بس انا مش عارف هو مش لاقيه ليه. احنا قلنا لا قام اهو. واللي حصل ده كان نفس البروسيس اي دي بتاعت
البروجرام بتاعنا. اه بس فيجوال كود عنده ستارتر بروسيس غالبا، فالستارتر بروسيس دي هي اللي خدت نفس الكود بتاعنا. فخلينا نعمل حاجه تانية، خلينا نران هنا بس التشايل اللي انا عملته ده كده. بص انا كنت متخيل ان الكود هيبين لنا حاجه بس هي ما بينتهاش، فاجنوره اللي انا عملته. وانا هقوم بي اس عادي بداش ايه، اوكي بي اس داش اي وهرن ده تاني. ماشي، احنا نرجع بس الاول الكود كده. احنا الكود بتاعنا عمل ايه؟ كاريت بروسيس وخلى البروسيس دي يران بدلها الكوماند اللي اسمه بي اس. ما بي اس ده بروسيس برضه، هو الترمينال كل اللي بيعمله انه بيروح يرن لك البروسيس اللي اسمها بي اس وياخد الاوتبوت بتاعها يطبعه وبعدين يخلص. فانا البروسيس اللي احنا كريتناها البي اي دي بتاعها كان ايه؟ التشايلد 2949. ماشي، لما رنينا بي اس، البي اس اللي جوه اسم البروسيس بي اس، بس البروسيس اي دي بتاعها هو بتاع التشايلد اللي كريتناه، هو بتاع التشايلد اللي كريتناه. فاهمين احنا عملنا ايه تاني؟ انا كريت تشايلد بروسيس، التشايلد بروسيس دي رنت الكوماند اللي اسمه بي اس. فاللي بان هنا ان التشايلد بروسيس هي بي اس مش 6. خلاص انا شلت 6 وحطيت بدلها الكوماند اللي اسمه بي اس. انا كنت بحاول اعمله وقت كود، ان كود كنت متخيل ان البروسيس الاساسيه اللي بتقوم هي اللي هتفضل شغاله، بس كود عنده ستارتر بروسيس غالبا بتقوم هي الجي او اي، فالكود البروسيس اللي احنا قومناها مش هي الجي او اي، فعشان كده ما بانش الايفكت اللي انا كنت عايزه يبان. اي ايه؟ اه بقيه الكود بتاع التشايلد مش بيتعمل. يعني انت لو كاتب هنا، يعني خلينا نزود هنا مثلا، نطبع هنا اي حاجه، لو جينا عملنا كومبايليشن ورنينا تاني مش هيتطبع، هتلاقي ان بي اس طبعت وبقيه الكود ما اتطبعش. اوكي، حد كان عايز يسال سؤال؟ هو شال البروجرام كله من الميموري خلاص. ما عملهاش كده لان هي نفس البروسيس قايمه، بس شال الباينري. انت البروسيس اللي قايمه هي ايه؟ عباره عن باينري كود في الميموري، شال الباينري كود بتاعك وحط الباينري كود بتاع بي اس. علشان انا الفانكشن اللي هي اسمها اكسكيوت ال دي، هي خلاص هي بتشيل من اول هنا. انا البروسيس بتاعتي التشايلد بروسيس بتاعتي اتشالت وتحط بدلها البروسيس بتاعت بي اس بنفس البي اي دي. ما اتشالتش البروسيس تيبل، هو اتشال الاكسكيوتبل بتاعها من الميموري. هي البروسيس اللي قايمها عباره عن ايه؟ ان هو خد الفايل الاكسكيوتبل بتاعنا اللي هو اسمه 6 ده، خد الباينري كود اللي فيه حطه في الرام وبيرنه. لما انا قلت اكسكيوت ال، هو شال الكود من الرام وحط بداله الكود بتاع بي اس ورن بي اس. فهي في البروسيس تيبل اتعدل اسمها من ان هي 6 ما اتشالتش واتحط، اتعدل اسمها من ان هي بروسيس اسمها 6 لان هي بروسيس اسمها بي اس، وتعدل الكود اللي بيرن من هو كود الفانكشن اسمها 6 للكود بتاع بي اس. مش هيرن يعني البرنت دي ما اتطبعتش. بقيت كود البرنت عادي. ده كود وده كود، البرنت مش هيخش هنا اصلا. تمام؟ كان عندكم سؤال؟ ستة اللي هي مين؟ انهي ستة؟ في اتنين ستة. البيرنت؟ الشايلد ده اتشالت. اتشالت وتحط بدلها البروسيس اللي اسمها بي اس. اتشال الكود بتاع ستة وتحط بدلها الكود بتاع بي اس. اوكي؟ طيب خلينا كريت. واقف مستني البروسيس وخلاص مش فارق معاه هي مين. ما هو بيرجع له ان هو مستنيها. ما هو هنا طبع ان اتشايلد وذ بروسيس اي دي 2970 ترمينيتد اكزيت كود كذا. لا طبعت قبل البي اس بس عشان بي اس عامل زحمه اللي هم الاثنين دول. طيب خلينا بس انا هكمل على الاكزامبل ده مش هخش في حاجه ثانيه، بس خلينا نكتب احنا كود كمان. خلينا نيجي نعمل هنا فانكشن احنا هنعملها.
هنعمل بروسس دلوقتي، هنعمل فانكشن دلوقتي، كل الفانكشن دي بتعمله انها بتاخد من اليوزر ارجيومنت. ازاي اخد ارجيومنت من انتوا قريتوا الريفيو بتاع سي؟ ازاي اخد ارجيومنت من التيرمينال من ال انت ارج سي وكاركتر بوينتر بوينتر ارج في ماشي. فخليني اقول ان انا هاخد من اليوزر اسمه وهطبع له هلو كان داش اس ارج في اوف 1 لان 0 دايما بيبقى كوماند، وهسليب 10 ثواني وهريترن 42 ماشي. دي اللي البروسيس دي بتعمله ايه. خليها بس 5 ثواني ولا حاجه، مش ونكمبايل الفايل ده. هكمبايل الفايل ده، فهكمبايل الفايل اسمه ماي بروسيس. داش اوت انا ناسي دي ماشي. حاجه انا في بروسيس 6 هقول له ايه، بدل ما كنت بقول له قوم البروسيس اللي اسمها بي اس، هنقوم البروسيس بتاعتنا دي. فالبروسيس بتاعتنا دي موجوده في هوم او اس ديسكتوب كودز ماي بروسيس ماشي. وهنحط هنا اسم، احنا ناقلين الباث صح. وهاجي هنا هكلير وهقول له جي سي، هكمبايل 6 وهران 6. ايه اللي حصل دلوقتي؟ احنا نسينا نديها ارجيومنت. هو احنا طبعنا قبل السليب ولا بعد السليب؟ هو عمل لنا بس هو عمل السليب قبل البرنت غالبا عشان ال ما عملش فلاش. ايه اللي حصل؟ البروسيس الثانيه رنت، البروسيس اللي احنا مكريتها اللي هي ماي بروسيس، وقال لي هلو كذا، والبروسيس خلصت وانا ما خلصتش غير لما السليب 5 بتاعت الماي بروسيس دي خلصت. واخدين بالكم؟ يعني خلينا نران تاني. انا واقف مستني الخمس ثواني بتوع التشايلد بروسيس اللي هي الثانيه، مع ان التشايلد بروسيس دي مش هي اللي جوه الفورك عندي، ده اللي جوه الاكسكيوت ال. فضلت واقف مستني الخمس ثواني وبعدين خلصت. ليه الهلو طبعت بعد السليب؟ مع ان انا في الكود كنت هتتابع قبل السليب. حد عارف؟ هو انا البرنتنج بيحصل ازاي؟ انا قلتها في وسط الكلام من شويه. البرنتنج بيحصل ازاي؟ بحط في بافر وبعدين البافر ده بيفلش على السكرين او على وات ايفر حاجه بتطبع. فهو بيفلش في كذا حاجه بتريجر ان هو يفلش. في فانكشن اكشن هتخليك تفلش مانوالي، لا بس انا مش فاكرها فمش عارف اكتبها دلوقتي عشان ابين ده. وفي كذا سيناريو تاني بيخليه فلش، ان انت استنيت ستاندرد انبوت مثلا فبيفلش الاوتبوت عشان الانبوت يظهر. في كذا حاجه بتحصل تخليه فلش. فهو هنا ما كانش عمل فلاش للاوتبوت، فعمل فلاش لما قرب يخلص. وهنلاقي ان الاكزيت كود، بس اخر حاجه نسيت اوريها لكم، الاكزيت كود اللي رجع لنا هو ايه؟ ال 42 اللي احنا مرجعينها من هناك. ال 42 دي هي اللي رجعنا. خلاص هو الكود ده هو اللي ران وبقى هو التشايلد بتاعي بالبروسس اي دي الاصليه، مع ان اللي طبع هنا ده، يعني بص مين اللي طبع ده؟ مين اللي طبع ده؟ البروسس الاولاني اللي كان اسمها 6 طبع لي ان البروسس اي دي ب 3775. بس بعد كده لما التشايلد اللي هو طبع هلو احمد ده خلص، هو باين لي ان هو بكام؟ ب 375. فانا لو انا عايز اعمل تقول طيب سؤال. يعني حوار الفلاش اللي انا بتحكم فيه ازاي؟ يعني مثلا انا المفروض اعمل ريد اف كانت هو بيعمل فلاش لوحده. لا هو مش بيعمل فلاش لوحده، هو بيبان، يعني هو في كذا حاجه بتريجر ان الفلاش يحصل، بس منها ان البروجرام يبقى بيخلص، ومنها تقريبا ان انت تطلب ستاندرد انبوت، ومنها ان انت تنادي فانكشن اسمها فلاش. يعني انا عشان مفيش نت، بس انا لو جوجلد فانكشن اللي بتفلاش في سي هلاقيها وهنكتبها، هيروح مفلاش في لحظتها. ومحتاج ايه؟ اف
اف فلاش صح؟ اس تي دي اوت كلمه واحده ولا في اندر سكور؟ ايه؟ ما هو انا مش فاكر في اندر سكور ولا كده ولا ازاي؟ انا كده كده صح طيب؟ هنجرب نكم ايه؟ اوت بس من غير اس تي دي؟ اس تي دي اوت هيكمبايل كومبايل فعلا لما نرن 6 طبعا هو قبل السليب ليه؟ عشان احنا عملنا فلاش للبفر. شكرا. ما هو انت محتاج تقرا هو امتى بيعمل فلاش. انا مش فاكر منها غالبا غير ان انت تطلب انبوت ومش متاكد حتى ان ده كونديشن، بس لما البروجرام بيخلص هو بيفلاش البفر. مش انت وحظك، هو ليه كذا بيهيفير. ليه بيهيفير؟ ان انت في طريقه ان انت تقول له كل ما اديك اوتبوت اطبعه في اول الكود، تقول له ان انت فلاش اوتوماتيكلي مع كل انبوت، مع كل اوتبوت انا بطبعه يعني. بس هو البرفورمانس الاحسن اللي هو بيعمله، البرفورمانس الاحسن اللي هو بيعمله. محتاج يعني محتاج نريد شويه هو ايه اللي بيحصل بالظبط. ده انا كنت باعتها في الارجيومنتس وانا بعمل اكسك ال هنا في بروسيس 6 وانا بعمل اكسك ال اديته مكان الكود الكوماند بتاع الكود واديته الارجيومنتس بتاعته اللي هي كتحت. بص انا عارف ان انا مش مجاوبك بس انا مش عارف الاجابه بالظبط، يعني بحتاج افتح ابص دايما هو امتى بيفلاش. فهو بيفلاش غالبا لما البروجرام بيخلص او انت تنادي فلاش فعلا. غالبا لو طلبت انبوت قفلت الستريم، لو انا جيت قلت له ات سام بوينت اقفل لي الستاندرد اوتبوت ستريم هيفلاش. فمثلا البفر بتاع الفايل اللي بيكتب في الفايل انا متاكد انه بيقفل لما تقفل الفايل. بدلت ايه؟ فلاش مش هيتبع، يا اما هيتبع يا اما لا، على حسب انت وحظك. طيب حد عنده سؤال في الاكزامبل ده تاني؟ اظن لو حطينا شويه كود في النص ممكن يكون هيفلاش. يعني لو حطينا يعني خلينا نحط بيزي ويت ان هو هنا لا ثانيه واحده مش هتفرق، بس خلينا نقول فور انت اي ايكوال زيرو اي اصغر من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ماشي. انا حاطط له بيزي ويت فور لوب ما بتعملش حاجة غير ان هي واخدة وقت. لا ما فلاشش برضه. لا مش عارف، مش عارف السيناريو اللي هي. بص انا متاكد ان فرق السليب المفروض مش هيفرق يعني، بس هي الثانيه دي احنا هنلحق نشوفها، هنلحق نشوفها. فهو الوقت مش هيفرق، بس هو محتاجين حاجه في النص تتريجر انه يفلاش. خلينا نخلص الاكزامبلز الثانيه وهرجع اجرب نسكان اف في النص ونشوف هيرضى يفلاش ولا لا. طيب بروسيس 7 بروسيس 7 انا كل اللي عملته ان انا خليت ان انا ادخل البروسيس اي دي دي ترن البروسيس البيرنت ران والتشايلد ران ودخلت في انفينيت لوب. دخلت في انفينيت لوب اوكي. فلو جيت رنيت هنا ده اول حاجه، ده اول تعرفنا بالسيجنلز. احنا هناخد لاب عن السيجنلز بس ده اول تعرفنا بالسيجنلز اوكي. انا دلوقتي هاجي رن الكود ده هكومبايل، احنا قلنا ده 7 وهن اوت في 7 اوكي. ده هيخش الاثنين في انفينيت لوب دلوقتي، الاثنين في انفينيت لوب. افرض ان انا عايز اكل، عايز اكل ال تشايلد او اكل البيرنت. لو انت جيت هنا عملت كنترول سي هو بيكل الاثنين. عملت هنا كنترول سي هو بيكل الاثنين. لو جينا بصينا في اللي عملنا بي اس داش اي يعني مش هتلاقي اي واحده فيهم موجوده اوكي. طيب لو انا عايز اكل واحده معينه هاجي هنا اقول له انا بس عايز اعرف البروس اي دي الاول. فالبروس اي دي يا اما هجيبه من هنا يا اما من الطباعه هناك 3170 اوكي. فخلينا نكل البيرنت. مبدئيا الكوماند اللي اسمه كل ده مش بيكل،
ده بيبعت سيجنال، ده مش بيكل، يعني هو اسمه كل بس هو مش بيكل، هو بيبعت سيجنال. لو عايز تشوف انواع السيجنالز اللي هو بيبعتها دوس داش ال تقريبا، اه داش ال بيقول لك هو ايه السيجنالز اللي انت تقدر تبعتها. فانت ممكن تبعت الارم، ستوب، كل، دي سيجنال 9، انتربت، تشايلد، ده غالبا بيعرفك ان تشايلد خلص. في سيجنالز كتيره بتتبعت، وهناخد انواع السيجنالز المهمه هناخدها المره الجايه او اللي بعدها. فانت كوماند كل ده بيبعت سيجنال. طب انت عايز تبعت سيجنال معينه، هتقول له كل داش السيجنال اللي انت عايز تبعتها، فاحنا عايزين نبعت سيجنال 9 اللي هي سيجنال كل للبروسيس اللي هي كانت 3170. اوكي، هكل، هروح هناك هلاقي ان البيرنت خلص، مكتوب لي ايه كيلد. طب التشايلد لسه موجود؟ التشايلد لسه موجود، احنا ما عملنالوش كيل. لو عملنا كده التشايلد لسه موجود وما تعملوش كيل، التشايلد بيخلص لما هو بيخلص والبيرنت يخلص، او لو هو خلص والبيرنت عمل عليه ويت، لكن مش لو البيرنت خلص. لما انا عملت كنترول سي هنا اللي خلاه يقف ان كنترول سي بتبعت لكل يعني لما التيرمينال، لو عملت كنترول سي وفي بروسيس مرنه بيبعتها للبروسيس والتشيلدرن، بيبعتها للبروسيس والتشيلدرن. وكنترول سي دي غالبا هي سيجنال 9 برضو، ممكن تبقى 9 او واحده ثانيه، هي غالبا 9، هنقولها وقت السيجنالز. طب انا دلوقتي لو قعدت اعمل كنترول سي من هنا للصبح، البروسيس اللي هي موجوده هنا دي مش هتكل، هو بيكل الحاجه اللي بترن ومبلوكاني اللي هي موقفاني. لكن هو دلوقتي بالنسبه له مش بعت سيجنال لاي حد، عشان اكل البروسيس اللي فاضله دي هرن تاني نفس الكوماند، بس هكل بقى هي كانت كام، 171. لو رنيت بي اس داش اي هلاقي هنا ايه، ان هي اتشالت في الاثنين. انا كنت حاطط انفينيت لوب في الاثنين. ليه لما كنت ايه؟ هنا لا، هنا الكنترول سي بتتبعت للبروسيس اللي مرنه في الفور جراوند بس. يعني انا لو رنيت، انتوا عارفين ازاي برن، لو برنه في الباك جراوند برنه ازاي؟ حط اند، اند هنا هيرن البروسيس ومش هيخليني اقف استناه. يعني دلوقتي اقدر استخدم التيرمينال عادي، دلوقتي اقدر استخدم التيرمينال عادي. لو رحت هنا ورنيت بي اس داش اي هلاقي الاثنين بروسيسز، عملت كنترول سي جيت هنا هلاقي الاثنين بروسيسز. فهو بيكل الحاجه اللي مبلوكه التيرمينال بس. تمام، فخلينا نكل بقى التو بروسيس دول. فاللي بيحصل هنا انه بيبعت سيجنال. طيب لو البيرنت كان مستني التشايلد يخلص، لو البيرنت كان مستني التشايلد يخلص، هيرجع له ايه في البايت اللي على اليمين؟ هيرجع له زيرو. يعني خلينا نجرب نعملها، نروح للبروسيس 3 باين، ناخد الكود ده. ونحطه في هشيل من البيرنت الانفينيت لوب. ماشي، وخليه يقف يستنى الستات لوك ده. اوكي، وهطبع الستات لوك ده عشان هو الكونديشن تحت مش هيتحقق. فاحنا هنطبع percentage d backslash n وانا عايز اطبع ستات لوك اند هكمبايل 7 تاني. انا غالبا زودت براكت. ماشي، كومبايل عادي. اوكي، طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ البيرنت واقف مستني للتشايلد، البيرنت واقف مستني للتشايلد، والتشايلد فين؟ في انفينيت لوب.
هنروح احنا قلنا التشايلد البروسيس بتاعته كام؟ 3 2 5 6 ماشي. هاجي هنا هقول له كل 3 2 5 6 اوكي. مبدئيا البيرنت ما دخلش, البيرنت ما دخلش في الكونديشن ده, البيرنت ما دخلش في الكونديشن بتاع ان هو اكزيت نورمالي. ولو بصينا على البايت اللي على اليمين اللي انا عامل لها اندنج هنا, هو طبع كام؟ طبع 9, ما طبعش 0, فهو رجع 9 عشان هو كيلد باي سيجنال 9, فهو عرفني ان هو كيلد باي سيجنال 9. لكن لو كان اكزيت نورمالي كان ساعتها هو هنا مش اكزيت نورمالي لانه في انفينيت لوب, بس لو كان هيكزيت نورمالي كان هيرجع لي 0 عادي وهعرف ادخل في الكونديشن اللي تحت. اوكي فاهمين الفكره؟ طيب احنا فاضل لنا اكزامبل واحد. حد عنده سؤال في اللي قلناه سو فار؟ حد متلخبط حاسس ان تايه؟ طيب يعني الدنيا ان شاء الله توضح اكتر, بس انا عايز اقول حاجه. انا عارف ان الكورس تقيل وموضوع ان انتوا بتعملوا اللابات لوحدكم ده مش اسهل حاجه, فانا عايزكم انتوا بتيجوا الكليه الخميس؟ عندكم كليه, بلاش تيجوا, عندكم جدول الخميس. طيب انا دايما ببقى موجود يمكن باستثناء الخميس ده يعني, بس لو حد عايزني الخميس ده هاجي, انا غالبا هبقى يعني هاجي بس همشي بدري, ببقى موجود دايما من 11 لواحد. فحاولوا ان انتوا تجوا لي في الوقت ده, او لو عايزيني اجي انا باجي قبل السكشن مثلا بنص ساعه, ممكن اجي قبلها بساعه, اللي واقف معاه حاجه نقعد ندسكسها سوا, لان الردود على الاونلاين مش تبقى بتوضح احسن حاجه. انا افضل سيناريو ليا ان السكشن يبقى 3 ساعات, بس طبعا مش هعمل فيكم كده, السكشن يبقى 3 ساعات وبعد ما اشرح تقعدوا ساعه ونص تشتغلوا وابقى جنبكم, واللي عنده سؤال يسال ونبقى فاهمين الدنيا بتمشي ازاي, بس بسبب الوقت احنا مش عارفين نعمل ده. فحاولوا يعني الدنيا ماشيه معاها خلاص واضحه تمام, اللي عنده مشاكل حتى لو مشاكل صغيره يحاول يجي لي في الاوقات دي. انا هبقى موجود قبل السكشن دايما باجي بدري نص ساعه, بس لو انت محتاجني قول لي انت عايزني قبلها وهاجي لك بدري. ويوم الخميس انا ببقى موجود من 11 لواحده, قاعد ما بعملش حاجه, عندي جاف وببقى قاعد يا اما بشتغل يا اما قاعد بلعب باكل بعمل اي حاجه فتعالوا لي فيها. ووقت ويوم الاحد ببقى موجود, بس انتوا ما عندكوش جدول الاحد صح؟ انا الاحد ببقى موجود يعني لو زنقت حد قرر انه يتعب ويجي انا ببقى موجود برده من 2 ل 4 ببقى فاضي. اوكي فحاولوا تعملوا ده عشان الدنيا تبقى واضحه, عشان لما نوصل للمشروع تبقى انتوا ايديكم في الحاجه. اوكي واللي ما بداش شغل في اللابات يبدا, لان انا يعني في اخر اللاب ان شاء الله هتفق معاكم هنستلم ازاي. طيب خلونا ناخد اخر اكزامبل. قبل ما ناخد اخر اكزامبل بلاش كلام احنا شفنا الكوماند اللي اسمه بي اس ده بياخد سكرين شوت للبروسيسز في اللحظه اللي انت رنيت فيها الكوماند. لو انت عايز تشوف الدنيا لايف بتران كوماند اسمه توب ده بيرن لك ايه؟ بيقول لك في بروسيس اي دي اسمها كذا, اليوزر اللي مقوم البروسيس دي مين اليوزر, البرايوريتي بتاعتها كام, في حاجه اسمها النايسنس ده بيقول لك هو حاجه ليها علاقه بالبرايوريتي هنشرحها دلوقتي, بيقول لك الشيرد ميموري هو مستخدم شيرد ميموري قد ايه, مستخدم اكتشوال ميموري فيزيكال ميموري قد ايه من الرام, مستخدم قد ايه من الرام اللي هو الراس ده, مستخدم فيرتشوال ميموري قد ايه, ولما ناخد الفيرتشوال ميموري هنفهم هي ايه, بدا بيران بقاله قد ايه, اسم الكوماند اللي مقومه, وانت ممكن في كذا كوماند تسورت بيه الكود ده وهو شغال لايف قدامك. لو عايز تكويت بتدوس كيو, اوكي. طيب فاحنا هنا هنشوف ان احنا عندنا حاجه اسمها ايه, برايوريتي وحاجه اسمها نايسنس. اوكي ايه النايسنس ده بقى؟ لو انا جيت هنا في الكود في بروسيس 8 هل في السلايدز اوضح؟ لا مش واضح. شايفين ولا لا؟ انا بس عايز الكود كله يبقى باين. طيب بص انا هنا عملت ايه؟ عملت فوركينج عادي زي كل اكزامبل. انا هعيد الحته دي تاني عشان بس ايه نفتكرها. الفوركينج لما بعمل فورك هتلاقي ان اول حاجه بتحصل ايه؟
هنا الميموري بيحصل لها كوبينج، الميموري بتاعت البيرنت بروسيس بتعمل لها كوبينج. يبقى عندي دلوقتي اثنين بروسيسز، البروسيس البيرنت عندها البي اي دي ده بوزيتيف اللي هو الرقم بتاع البروسيس اي دي بتاع التشايلد، والتشايلد البي اي دي بكام؟ بصفر، بصفر نيجاتيف 1 ده لو في ايرور بصفر. وبعدين اقدر افرق بين الاثنين بروسيسز بتوعي بعد كده. طيب انا هنا جيت في الكود عندي عملت حاجتين، قلت اي ام ذا تشايلد بروسيس، طبعت الحاجه اللي احنا بنطبعها عادي، وقلت الاوريجينال برايورتي بتاعتي، وطبعت كلمه تشايلد فيو دي اللي هي بتعرفني ان انا بس في التشايلد فيو، طبعت كلمه اوريجينال برايورتي، ورنيت بي اس داش ال ان هو يطبع لي ايه، يطبع لي البرايورتي، يطبع لي كل حاجه بالبرايورتيز بكل حاجه عشان اعرف بس البرايورتي بتاعتي كام. بعدين عملت بيزي ويت، ان هو بس البيزي ويت دي ان هو بدل ما اعمل سليب هو البروسيس بتعمل حاجه بس ما بتعملش حاجه، هي عملت لوب بس ما فيش حاجه بتحصل. وبعدين عملت ناديت الفانكشن اللي اسمها نايس 5 دي، نايس 5 دي بتخلي النايسنس بتاعي بخمسة، وهنشوف ايه هو النايسنس، بتخلي النايسنس بتاعي بخمسة. وبعدين طبعت ال 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 البروسيس تيبلز تاني وعملت انفينيت لوب تحت. ونفس الكلام في البيرنت، انا عملت نفس كل حاجه بنفس الطريقه بس النايسنس خليته كام؟ 15. اوكي، فانا الاثنين بروسيسز رنوا، طبعوا الكوماند اللي هو بي اس، و غيروا النايسنس بتاعه. كويس انك سالت، انا نسيت اقول السيستم ده بيعمل ايه. السيستم ده بيشغل الكوماند ده في بروسيس تانية، يعني السيستم ده هيرن ال هيقوم بروسيس ما بي اس داش ال. انت لو عملت اكسكيوت ال هنا هيعمل ايه؟ هيشيل ده ويحط هنا. لا، هو بيرن بروسيس ثانيه ببي اي دي مختلف اسمها بي اس، هي بتبقى تشايلد مني. هو سيستم ده معمول له امبلمنتيشن ازاي؟ حد يفكر كده. بعدين يعمل اكسك ال، يعني هو هو انت لو قريت المانيوال بتاعه هتلاقيه كده، هتلاقي ان هو بيعمل اللي احنا عملناه في اكزامبل 6، ان هو عمل فورك وفي الفورك عمل اكسك ال وساب البروسيس بتاعتك تكمل عادي. طيب خلينا كده نكلير ونجي سي سي الاكزامبل ده، احنا المفروض نخلص. انت عندكم ايه بعد ايه؟ ايه؟ سكريت. طب انا هنجز دلوقتي، حاضر. طيب اللي حصل دلوقتي ايه؟ البيرنت طبع ام ذا بيرنت، طبع كلمه اوريجينال برايورتي. اللي كان بيسالني من شويه هو ممكن البرينتنج يدخل في بعض؟ البرينتنج هنا دخل في بعض. البيرنت طبع بيرنت فيو اوريجينال برايورتي ولسه رايح ينفذ بي اس، راح التشايلد طبع اي ام ذا تشايلد، وراح طبع ده. طيب الانيشال برايورتي بتاعتهم كلهم كانت ايه؟ 80. لو جينا بصينا على الاثنين بروسيس بتوعنا اللي احنا مهتمين بيهم اللي هم 8 دول، الاثنين كانوا ب 80. بعدين جيت قلت البيرنت خليته النايسنس ب 15 وطبعت الابديتد برايورتي، هلاقي ان البيرنت البروسيس بتاعت البيرنت اللي هي دي بقى النايسنس بتاعها بكام؟ ب 15، والبرايورتي زادت من 80 بقت 15. النايسنس ده حاجه بتتزود على البرايورتي، النايسنس هي حاجه بتتزود على البرايورتي، بياخد الانيشال برايورتي بتاعتك ويزودها عليها. بس السكيدولر مش ملزم انه يلتزم باللي انت قايله له. لو انت قلت له ان البروسيس دي ليها برايورتي عاليه جدا وهترن ومش عارف ايه، وبعدين جه هو يرنها لقى ان كلها اي او وبتعطل السيستم، هيروح لا حاطط البرايورتي بتاعته مطنشه. بس انت بتقول للسكيدولر بعد اذنك لو سمحت اعمل لي كذا، هو بقى يوافق يا لا على حسب البروسيس بتاعتك. طيب البرايورتي الرقم الاقل احسن، الرقم الاقل اعلى. فانا لو البرايورتي 95 انا لس براير برايورتي بتاعتي اقل من البرايورتي بتاعته 15 او البرايورتي بتاعته زيرو، اعلى حاجه زيرو. النايسنس بيتضاف، انت البرايورتي بتاعتي كانت انيشالي ب 80، هو بيبداها برقم. النايسنس ده انت بتقول له زود لي البرايورتي ب 15، قللها ب 15. فهو رقم بين نيجاتيف 20 و 20، انت بتقول له زود او قلل البرايورتي، انا عايزك تزود البرايورتي بتاعتي شويه. يعني انا بحط النايسنس ب 20، فانا كده قللت البرايورتي من 80 بقت لا بقت 100. هو الاقل الاعلى اوحش.
فانا قللت البريوريتي، زودت الرقم من 80 ل 100 بس البريوريتي بتاعتي قلت. اه بالظبط. لما بقول له النايسنس بنيجاتيف 20 لا بقول له لو زود لي البريوريتي شويه. اه انا كده قلت له لا دي البروسيس دي مش مهمه مش ما تهتمش بيها. والنايسنس ده بياخد من نيجاتيف 20 ل 20. وهنلاقي هنا ان التشايلد فيو البريوريتي بتاعته كانت 80 وبقت 85 بعد النايسنس. اوكي ودخل بعد كده هو في انفينيت وايل لوب وشغال عادي هنكله. اوكي حد عنده سؤال؟ احنا الريكويرمنت ان شاء الله انا بعت خلاص كل حاجه يعني بعت الحاجه بالريكويرمنت بتاع المره دي. انتوا الجدول النهارده عندكم ايه قبلي؟ هي المشكله ان احنا مش هنعرف نستلم في فتره. طب انتوا عندكم اي يوم في الاسبوع عندكم جاب فيه؟ عندكم فتره فاضيه؟ طب عندكم يوم بتخلصوا بدري قعدكم شويه؟ طب امتى؟ طيب خلونا. طب انتوا الخميس ثلاث فترات شغالين. طيب خلينا نقول ان احنا سكشن اللي هو السكشن اللي فاضي من اللي هو ميعاده اصلا معايا الاولى اللي هو سكشن 2 احنا هنستلم حاجتنا الاولى يوم الثلاثاء الجاي. اونلاين مش هياخد وقت كتير قوي اكتر من اللازم. هو اليوم ده يعني اليوم ده هننزل بدري ونعتبر ان احنا سكشن شغال عادي وانا ببقى مقدر اصلا وانا جاي بدري. فيعني ده السكشن 2. سكشن 1 بقى ما انا عايز اشتغل اشرح عادي. انا عايز استلم برانا عشان نلحق بس نخلص الحاجات اللي بناخدها. فممكن يوم الاربعاء بعد ما تخلصوا او الخميس من في الجاب يعني سلموني في وقت من الاثنين دول. كده كده هخليك ترفع فايلاتك كلها في البريك. في البريك اللي هو البريك نص ساعه البريك. انا قاعد من 11 لواحدة. عايز تجيلي في اي وقت يا اما الاربعاء انا هاجي لكم بعد ما تخلصوا. يعني انا الاربعاء ما باجيش هاجي لكم بعد ما تخلصوا. يعني انتوا الاربعاء براحتكم انا مش فارق معايا براحتكم. انا الخميس كده كده انا قاعد والاربعاء هاجي للي عايز يسلم الاربعاء. ماشي اتفقنا؟ حد بالنسبه له ده مش انا الخميس كده كده باجي هاجي الاربعاء بقى. انا من 11 لواحده موجود مش الخميس اللي هو بعد بكره الخميس اللي بعده. يوم الاربعاء انتوا بتخلصوا الثاني الثالثه تخلصوا الثانيه هاجي لكم في البريك وانتوا ونبتدي من البريك يعني.